السلام عليكم. باقي ساعات قليلة وينقضي آخر يوم في شهر رمضان الكريم. نسأل الله أن يكون قد تقبل صيامنا فيه واستجاب لدعواتنا، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية. حقيقة في أيام العيد خلك حريص على تناول الوجبات القليلة المتعددة، وتجنب الدهون قدر استطاعتك، وللسبب نفسه يفضل السمك والدجاج، وإذا أكلت لحوم انزع الشحوم عن شرائح اللحم اللي تأكلها، ويفضل المشوي، وانتج الزيوت النباتية بدلا من الحيوانية، والحليب قليل الدسم ومشتقاته أفضل من كامل الدسم. إذا كنت مصاب بمرض مزمن لا سمح الله فاحرص على مراجعة طبيبك بعد العيد مباشرة لإعادة تقدير كميات العلاج المسموح بها. تقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح العمل، وكل عام وانتم بخير وعيدكم سعيد.